لم تزل قلوب المؤمنين تفيض رحمة على الناس، تفرح لفرحهم وتألم لألمهم، تدعو أصحابها لعون الضعيف ومواساة المصاب وعيادة المريض ونصرة المظلوم. والمؤمن إذا نزل بلاء أو شدة أو ضيق، أول ما يفكر به كيف يساعد الآخرين، كيف يعينهم، لأن الإيمان الذي في قلبه يتفجر رحمة على الخلق. فالإيمان رحم يجمع أهله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقد روى الطبراني عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومن لم يصبح ويمسي ناصحا لله ولرسوله ولكتابه ولإمامه ولعامة المسلمين فليس منهم. في سورة العصر قرن الله تعالى الخسران بالفرد، والفلاح بالجماعة، والعصر: إن الإنسان لفي خسر، الإنسان المتفرد عن إخوانه الذي لا ينظر إلا إلى نفسه ولا يهتم بأمر الآخرين، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. لما تحدث عن الفلاح وعن النجاح فقال: الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالسورة قرنت الخسران بالفرد المنفرد عن الجماعة غير المهتم بها، وقرنت النجاح بالجماعة إذا آمنت، إذا عملت الصالحات، إذا تواصت بالحق، إذا تواصت بالصبر. فحين تستقر حقيقة الإيمان في القلب تنبعث الرحمة منه إلى الآخرين، ليمشي صاحبه وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن لم يجد في قلبه الاهتمام لمصاب الناس والتفكير في عونهم فليراجع إيمانهم.